وزارة الصحة والصحة العالمية يعلنان اكتشاف 12 حالة حاملة لفيروس كورونا المستجد على إحدى البواخر النيلية قادمة من أسوان إلى الأقصر. وزارة الهجرة تنفي صدور قرار يحظر دخول المواطنين المصريين القادمين إلى الإمارات. الفاتيكان والكاميرون وصربيا يعلنون تسجيل أول حالات إصابة لفيروس كورونا. أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية اليوم اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حاملة للفيروس، ولم تظهر عليهم أي أعراض، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر. وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد أنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي، وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس كورونا. وأكد مجاهد أنه تم متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها والمتواجدين معها على متن الباخرة خلال 14 يوما ولم تظهر عليهم أي أعراض، لافتا إلى أنه تم إجراء تحليل PCR لهم في اليوم 14، أي في نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود 12 حالة إيجابية لفيروس كورونا أي حاملة للفيروس من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أي أعراض. وأضاف مجاهد أنه جاري تحويل 12 حالة الإيجابية للمستشفى المخصص للعزل، كما أن باقي الحالات المخالطة جاري إخضاعها للحجر الصحي لمدة 14 يوما آخرين، وهي فترة حضانة المرض لمتابعة حالتهم الصحية والإطمئنان عليهم. وتواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية. أكدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عدم صحة ما تردد حول صدور قرار يحظر دخول المواطنين المصريين القادمين إلى دولة الإمارات، كما تشدد الوزارة على قوة العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين. وتهيب وزارة الهجرة بالمواطنين في الخارج تحري الدقة فيما يتم نشره وتداوله، والالتزام بما تصدره الجهات في مصر وفي دول الإقامة وما تذيعه منظمة الصحة العالمية من تقارير. كما تعاود الوزارة التأكيد على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مع أطيب التمنيات لجميع المواطنين بالتمتع بموفور الصحة والعافية. أعلنت كل من الفاتيكان والكاميرون وصربيا تسجيل أول حالات إصابة لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19. تمكنت قوات الأمن من ضبط مصنعين بالعبور للمكملات الغذائية والأدوية الغير مطابقة للإشتراطات الفنية والصحية. المزيد في سياق التقرير التالي. مصنع غير مرخص للمكملات الغذائية بالعبور استهدفته الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بعد تحريات للإدارة أكدت قيام صاحبه بحيازة كميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق، كما أنها ذات أثر ضار على الصحة العامة والاقتصاد القومي، تمهيدا لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. وبالفحص تبين عدم توافر الاشتراطات الصحية والفنية بالمصنع، وتم ضبط قرابة 2 مليون عبوة وقرص أدوية خاصة بعلاج أمراض متنوعة وفيتامينات ومكملات غذائية بدون مستندات ومحظور تداولها، وضبط 1.5 طن بودرة بيضاء وأقراص معبأة داخل براميل بدون مستندات وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها. كما نجحت الإدارة في ضبط مصنع غير مرخص للمنشطات بمنطقة العبور، أكدت التحريات حيازة صاحبه لكميات كبيرة من هذه المنشطات مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق، وتمكنت من ضبط نحو 3000 عبوة إضافة إلى نحو 5 أطنان من المنشطات جميعها مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، كما تبين أن المصنع لا يتوافر فيه الاشتراطات الصحية والفنية. فجر انتحاري نفسه قرب مقر السفارة الأمريكية بتونس اليوم، ونقلت وسائل الإعلام التونسية عن مصادر أمنية أن العملية الإرهابية وقعت قرب السفارة الأمريكية في منطقة البحيرة، وأسفرت عن 5 إصابات متفاوتة في صفوف الأمنيين الذين كانوا متواجدين بالمكان.